السلام عليكم، جيتكم اليوم بفكرة جديدة وفطائر جديدة وبعجينة جديدة وحشوة جد رائعة. نتمنى ان شاء الله انها تنال الاعجاب ديالكم. بالنسبة لاول مرة تتشاهد لا فيديو ديالي، ما تنساش تضغط على الزر الاحمر الموجود تحت الفيديو، زر الاشتراك باش تشترك معايا في القناة، وزر الجرس باش تبقى توصل بكل جديد. تنرحب بجميع تعاليقكم سواء سلبية او ايجابية، وشكرا بزاف البنات على المشاهدة ديالكم وعلى الدعم ديالكم ليا. ما تنساوش توصل هذا الفيديو هذا لاكبر عدد من اللايكات. بالنسبه للمقادير ديال هذا العجين الفطائر هادو، فانا عندي هنا نحتاج ملعقه كبيره ديال الخل، عندي كاس صغير مملوء ديال الزيت النباتيه، عندي كذلك كاس صغير مملوء ديال الحليب، حليب فقط بارد، عندي قبصه ملح على حسب الذوق، وعندي هنا بيضه كامله وابيض بيضه، وعندي 400 غرام ديال الدقيق الابيض. نبداو على بركة الله. اول شيء ناخذ واحد البول، نوضع فيه ديك بيضه وبيض بيضه، كذلك قبصه ديال الملح، كاس صغير مملوء ديال الزيت النباتيه، وملعقه ديال الخل. كما تشوفوا انا هنا درت الملعقه غير مملوءه، من الاحسن انكم ديروا ملعقه غير مملوءه. كذلك ضفت ليها كاس صغير مملوء ديال الحليب. غادي ناخذ الفويه ديالي، غادي نخلط هاد المكونات جيدا مع بعضها. صافي، غادي نبدا نضيف الدقيق اللي منخول من قبل او مغربل من قبل. غادي نبدا نضيف الفرص يعني شويه بشويه حتى نجمع العجين ديالي. دابا انا غنستغنى على الخلاط، وغادي نبدا نجمع باليد ديالي. صافي، غادي نستمر هكا البنات حتى نجمع العجين ديالي ونرجع معكم. من بعد ما جمعتها كيف ما تتشوفوا، هناخد هنايا الفيلم اليمونتير، وغادي نخليها ترتاح تقريبا لمدة ثلث ساعة او 20 دقيقة. نخليوها انها ترتاح 20 دقيقة، ندوزو نحضروا الحشوة ديالو. بالنسبة للحشوة البنات، خديت مقلاة اللي وضعت فيها هنا قليل من زيت الزيتون وقليل من الزيت النباتية، كذلك درت الفلافل المقطعة على قطع صغيرة، عندي هنا الفلفلة خضراء والفلفلة حمراء، تتبقى على حسب يعني متوفر عندكم. كذلك عندي هنا جوج ديال الجزر اللي حكيتهم بشرتهم كيف ما تتشوفوا، كذلك بصلة صغيرة اللي حتى هي قطعت قطع صغيرة، وجوج حبات ديال القرعة الصغيرة اللي تاهي بشرتها، ممكن اي خضروات عندكم ديروهم. وعندي كذلك بالنسبة للتوابل، عندي القليل من الفلفل الاحمر والقليل من الابزار والقليل من الملح والقليل من الثوم بودرة وقليل من البصل بودرة، ممكن ما كانوش متوفرين يعني تضيفوا فقط الثوم مهروس، كذلك القليل من الملح وقليل من الخرقوم والقليل من الزنجبيل، واحد ربع ضامة ديال البنة ممكن تستغنوا عليها. وكذلك البنات هنايا عندي خليط ما بين القزبر والمعدنوس المفرومين. صافي، هنايا شعلت عليها النار وضفت ليها واحد الكأس ديال الماء. صافي، غادي نحرك هاد المكونات مع بعضها وغنخليها حتى طيب ليا. كيف ما تتشوفون بعد ما طابوا ليا دوك الخضروات ديالي، ضفت لها هنا قطع من البغوشات ديال لاداند، او ممكن تستعملوا يعني صدر الدجاج، او ممكن ديروا كفته، تتبقى اختياري، وغنخليهم حتى يطيبوا معاهم. كيف ما تتشوفون بعد ما طابوا ليا، صافي دابا هنا الحشوه ديالي واجده، غنطفي عليها وندوزو كانت حتى العجين ديالي فات عليها ثلث ساعه. صافي، ناخذ هذيك العجين غادي نقسمها هكا الى كويرات. وغادي نحطهم هنا جانبا، وغنرش سطح العمل بالدقيق، ونبدا نطلق كل وحده بوحده. هاد العجينه البنات راه تساعدكم بزاف، طبعا بمساعده الدقيق تساعدكم بزاف انها تجي مورقه تقريبا فحال التوريقات ديال المسمن، حتى تبدا يبان سطح العمل راه تساعد. تطلق يعني معنا بسرعه، يعني ما هي تكون مخففه وما تقيلاش،
فقط هذوك المكونات اللي عطيتكم هما اللي تيجمعوا هذيك 400 غرام ديال الفرص. صافي غادي نستمر هكا تنطلقها حتى كيف ما قلت لكم يبدا يبان ليا سطح العمل. وغير بشويه البنات في الطليق ديالها بالمدلك باش ما تقطعش لكم، وهكا ساعه ساعه تقلبوها على ظهرها وتعاودوا يعني تدلكوها باش ما تقطعش لكم. كيف ما تشوفوا السمك ديالها يعني اليد ديالي راها تتبان. صافي غادي ناخدها ونحتفظ بها جانبا، وغادي نبدا نطلق في هادوك يعني واخا تكمش راه ما تتوقع لها يعني، ولا واخا تزوغي غير تحطو يعني ماشي بالضروره انكم تطلقوها راه ما توقع لها حتى شي حاجه. غادي نستمر هكا البنات حتى نكمل هذيك الكميه اللي عندي الكويرات كاملين ونرجع معاكم. من بعد ما ساليتهم كيف ما تشوفوا انا نعطيكم هنا جوج الافكار او جوج ديال الاشكال تبقى اختياري. انا بالنسبه للشكل الاول يعني فقط غير درتو غير معاكم، اما انا كنت ناويه انني نديرهم يعني دي سيغار، هذا فقط اختياري اللي بغا يديرو. فانا تنطلق هكا واحد الورقه وتناخد الحشوه ديالي وتنوضعها هكا في الجوانب، باش ندير فطائر يعني على شكل دائريه. غادي ناخذ القطعه ديال البيتزا ديالي ونشوف واش هما هذوك جاتني وحده في الوسط اولا. ما جاتنيش انا هنايا كانت عندي المساحه يعني صغيره. غادي ناخذ واحد الورقه ديال العجين اخرى ونوضعها هكا من الفوق منها. صافي غادي نبدا نقطع بالقطعه ديالي، غادي يجوني هكا على شكل دائري. صافي غادي ناخذهم حتى هما ونوضعهم يعني في الصينيه ديال اللي غتدخل الفرن ونمشيو نكملوا الشكل الباقي ديالنا. كيف ما تشوفوا هنا خديت ورقه اللي غنقسمها هكا يعني الى اربع قطع ونوضع الحشوه ديالي في الجنب وندير يعني التلويه الكلاسيكيه يعني ديال لي سيغار اللي تديروا يعني بالورقه. كيف ما تشوفوا هذاك هو الشكل ديالها. صافي غادي نستمر هكا حتى غادي نكمل هذيك العجين ديالي كلها بنفس الطريقه ديال هاد لي سيغا ونرجع معكم. بعد ما كملتهم البنات وضعتهم هكا يعني كما قلت لكم في الصينيه اللي غتدخل الفرن، دهنتهم هنا بالقليل يعني من البيض والقليل من الصويا صوص او السوجا، ممكن تعوضوها بالقهوه. دهنتهم وزينتهم هنا شي زينتو بالبافو شي او بافو او الخشخاش وشي بالسمسم او الزنجلان الابيض. صافي غادي ندخلهم الفران حتى يطيبوا ليا، ومن بعد ما طابوا ليا كان هذا هو الشكل النهائي ديالهم. كيف ما تشوفوا تيجيو رطب تيجيو هشاشين تيجي المذاق ديالهم روعه مع داك الخضروات يعني اللي مخلطه، تيجيو زوينين زوينين بزاف. تنصحكم بالتجربه ديالهم واللي جربتهم ما تنساش تخليها لي في التعليق. كيف ما تشوفوا انا حليت معكم هنايا وحده تشوفوها من الداخل ديالها كي دايره، تيجيو مورقين البنات وتيجيو زوينين بزاف. كيف العاده كيف ما تنقول لكم اول مره تشاهد لا فيديو ديالي ما تنساش تضغط على زر الاشتراك، زر الموجود تحت الفيديو الزر الاحمر باش وزر الجرس باش توصل بكل جديد ديالي. شكرا لكم بزاف البنات، شكرا بزاف البنات اللي تدعموني، شكرا لكم. تسناوني غدا ان شاء الله في فيديو جديد واقتراحات جديده وما الى طويله رمضان ان شاء الله.